واردة الجزائرية مولودة 22 يوليو 39 توفيت 17 مايو 2012، مغنية جزائرية واسمها الحقيقي وردة فتوكي. ولدت في فرنسا لأب جزائري وأم لبنانية. هنا وهي صغيرة، دي صورة نادرة ليها. هنا وردة الجزائرية اللي احنا عارفينها، الله يرحمها. هي من عائلة بيروتية تدعى ياموت، لها طفلان هما رياض ووداد. مارست الغناء في فرنسا وكانت تقدم الأغاني للفنانين المعروفين في ذلك الوقت مثل أم كلثوم وأسمهان وعبد الحليم حافظ، وعادت مع والدتها إلى لبنان وهناك قدمت مجموعة من الأغاني الخاصة بها. من ألحان الصادق ثريا المغني الراحل التونسي والذي كان يشرف على تعليمها، وهي عمة شقيقة الفنانة إنجي شرف والتي لا تنتمي لنفس الأم. ديت إنجي شرف ترتبط بصلة قرابة بوردة الجزائرية. قدمت لمصر عام 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمي رفلة الذي قدمها في أولى بطولاتها السينمائية المز وعبد الحمولي ليصبح فاتحة إقامتها المؤقتة بالقاهرة. ده مشهد من فيلم المز وعبد الحمولي، كان فاتحة دخولها مصر. ولها أفلام أخرى، آه يا ليل يا زمن، وحكايتي مع الزمان مع رشدي أباظة، وليه يا دنيا، وصوت الحب. وطلب رئيس مصر الأسبق جمال عبد الناصر أن يضاف لها مقطع في أوبريت الوطن الأكبر. هنا مع فريد الأطرش الله يرحمه، صور نادرة كلها. في مطلع الستينيات وأيام الوحدة بين مصر وسوريا كان المشير عبد الحكيم عامر وزير الحربية وقتها عائد لدمشق بعد رحلة إلى مصيف بلودان. وفي الطريق كانت وردة الجزائرية في طريقها إلى دمشق، ولكن سيارتها تعطلت فأمر المشير بتوصيل السيدة إلى المكان الذي تريده. كانت وردة الجزائرية حينئذ غير معروفة في مصر، ولكنها ألحت أن تنقل للمشير رغبتها في مقابلته لتقدم له الشكر. وحضرت وردة الجزائرية بالفعل إلى استراحة المشير عبد الحكيم عامر في منطقة أبو رمانة بدمشق. كان اللقاء في وضح النهار ولم يكن المشير وحده، وإنما كان معه في الاستراحة أنور السادات واللواء أحمد علوي وعبد الحميد السراج. ده مشير عبد الحكيم عامر. وصل تقرير سري لهذه المقابلة إلى مكتب الرئيس عبد الناصر، وانتشرت الإشاعات وقتها بوجود علاقة بين وردة الجزائرية وبين المشير، وزادت حدة الشائعات. أدى هذا إلى قيام أجهزة المخابرات بالتحقيق حول هذه الشائعة ومصدرها، ثم أدى ذلك إلى صدور قرار بإبعادها خارج البلاد ومنعها من دخول مصر، ولم ترجع إلى مصر إلا في مطلع السبعينيات خلال حكم الرئيس السادات. إيه؟ وردة الجزائرية شائعة وراء طردها من مصر للأسف. رجعت وردة إلى الجزائر واختارت الأسرة لها ضابط اسمه جمال قصيري ليكون زوجا لها، رجل عسكري في مشاعره وأفكاره وقراراته وفي مهنته أيضا. ده الزوج الأول لوردة الجزائرية جمال قصير. كان أول فرمان عسكري يعلنه الزوج على وردة بعد الزواج هو ممنوع الغناء منعا باتا، لأن مركزه لا يسمح بأن تكون زوجته مطربة. ممنوع أي محاولة للعودة إلى الفن، ممنوع ممارسته أو حتى التفكير فيه، إنه الفرمان الذي يبدو أقرب إلى حكم الإعدام. فرمان فرم مشاعر وردة، وحاولت وردة إقناعه بأن الغناء يجري في دمها وأن اختفائه من حياتها سيؤلمها، إلا أنه أصر على رفضه بحزم وحسم وقسوة أيضا. ده جمال قصيري زوجها الأول. وظل زوجها عسكريا خارج المنزل وداخله حتى بعد أن تولى فيما بعد منصبا مدنيا في وزارة الاقتصاد بالحكومة التي جاءت بعد الاستقلال. رغم الحياة الصعبة التي كانت تعيشها وردة في الجزائر، ورغم مرارة ابتعادها عن الغناء، إلا أن زوجها جمال قصيري لم يكن يعاملها بقسوة كما أشاع البعض، ولم يكن بخيلا كما ادعى البعض الآخر،
بل على العكس كان عطوفا وحنونا وازداد عطفه وحناني بعد أن أصبح أبا لطفلين هما رياض الذي رزقهما به الله في عام 65 ثم وداد التي جاءت إلى الدنيا بعده بعام واحد. وكان رياض ووداد يملأان على وردة وزوجها الحياة، ومعهما بدأت الحياة تأخذ اتجاها آخر وهو تكوين الأسرة. هنا مع رياض ووداد طفلين. ولأن وردة لم تكن تملك الخبرة الكافية بتربية الأولاد لدرجة أنها كانت تبكي كل ليلة من صعوبة هذا الدور الذي تقوم به لأول مرة، فقد أحضر لها زوجها مربية من سويسرا. سافر خصيصا إلى مدينة زيورخ لإحضارها، ولعبت المربية دورا كبيرا في تعليم وردة مبادئ وإرشادات الأمومة وكيفية التعامل مع الأطفال. وعندما كبر الأولاد قليلا كان الأب يعاملهما بمنتهى الحنان مع شيء من الحزم والجدية، خاصة أن مساحة الدلع والحنية عند وردة كانت كبيرة وربما أكثر من اللازم، فكان الأب يخاف عليهما من هذا الدلع الذي قد يقودهما إلى طريق الإفساد، وهو ما لا يقبله، خاصة أنه رجل عسكري، الانضباط قانونه والنظام فلسفته والجدية شعار. كانت وردة تغني وتدندن طوال الوقت في المطبخ في الحديقة مع القطط، كانت تغني وتدندن في كل مكان. اعتزلت الغناء سنوات بعد زوجها، حتى طلبها الرئيس الجزائري هواري بوميديان كي تغني في عيد الاستقلال العاشر لبلدها عام 1972. وهنا الجرائد نشرت تدور مفاوضات الآن بين المسؤولين عن مهرجانات الاحتفال ومع وردة عشان تغني. بعدها عادت للغناء، فانفصل عنها زوجها جمال قصيري وكيل وزارة الاقتصاد الجزائري، فعادت إلى القاهرة وانطلقت مسيرتها من جديد، مسيرة لم تتوقف. أكثر من 25 أغنية من أجمل ما قدمت النجمة الجزائرية الراحلة وردة كانت من ألحان الموسيقار المصري الراحل بليغ حمدي، الذي ارتبطت معه بقصة حب عنيفة انتهت بالزواج عام 1973، إلا أن الأسباب مختلفة ما بين الغيرة وانشغال الطرفين بأعمالهما الفنية عصفت بهذه العلاقة. ودي صورة نادرة لبليغ حمدي مع وردة. ليعلن الثنائي خبر طلاقهما بعد حوالي 6 سنوات من الزواج. عدة شخصيات فنية وإعلامية أكدت أن بليغ وورده ظل على حبهما لبعضهما حتى بعد انفصالهما. ومن أبرزهم صديقهما المشترك الإعلامي الراحل وجدي الحكيم، الذي دلل على هذا الكلام بما حدث معهما عام 84 عندما تورط بليغ حمدي في القضية الشهيرة الخاصة بانتحار المغربية سميرة مليان. وذهبت وقتها وردة إلى زكي بدر وزير الداخلية آنذاك لتتوسط لخروج بليغ حمدي من الحبس، وهددت بالاعتصام أمام السجن لو تم حبسه يوم واحد، بالرغم من أنهما كانا منفصلين ساعتها. ولأن الموسيقى كانت لغة بليغ الوحيدة، فكان يترجم مشاعره لوردة بعد انفصالهما من خلال ألحانه، وهذا ما كشفه المنتج المصري محسن جابر في لقاء حديث مع إسعاد يونس، حيث أكد أن بليغ كان يوجه رسائل لوردة من خلال ألحانه لمعظم أغاني الفنانة السورية الصاعدة حينها مياد الحناوي، ومن أبرزهم الحب اللي كان وفاتت سنة، كان بيحبها رغم انفصاله وهي كمان كانت بتحبه الله يرحمه. في صور نادرة ليهم مع بعض، مشاكل بتضيع أي حب. كان ميلادها الفني الحقيقي في أغنية أوقاتي بتحلو التي أطلقتها في عام 1979 في حفل فني مباشر من ألحان سيد مكاوي. هنا مع سيد مكاوي. كانت أم كلثوم تنوي تقديم هذه الأغنية في عام 1975، لكنها ماتت لتبقى الأغنية سنوات طويلة لدى سيد مكاوي حتى غنتها وردة الجزائرية.
دي الراحلة أم كلثوم كوكب الشرق. هنا سيد مكاوي ووردة. تعاونت وردة الجزائرية مع الملحن محمد عبد الوهاب، وقدمت مع الملحن صلاح الشرنوبي العمل الشهير أنا بتونس بيك من أشهر أغانيها. خضعت لجراحة لزرع كبد جديد في المستشفى الأمريكي بباريس، وتوفيت في منزلها في القاهرة في 17 مايو 2012 إثر أزمة قلبية، ودفنت في الجزائر، ووصلت في طائرة عسكرية بطلب من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وكان في استقبالها العديد من الشخصيات السياسية والفنية ليتم دفنها في مقبرة العالية بالجزائر العاصمة. وكانت قبل وفاتها قالت: أريد العودة إلى الجزائر فورا. وتعتبر وردة الجزائرية واحدة من أهم فنانين الزمن الجميل. لو أعجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا.